يمكن من الهايلايتس او من افضل الاحداث اللي بتحصل انه البعثه سلمت الاتحاد الدولي لكره القدم او الفيفا التيشيرت الخاص بالنادي الاهلي بتوقيع طبعا الاسطوره كابتن محمود الخطيب. يعني تخيل كده انت بتدخل متحف الاتحاد الدولي لكره القدم او الفيفا وبتشوف التيشيرت بتاع ناديك من افضل التيشيرتس اللي في العالم او انديه العالم وموجود في المتحف ده وموقع عليه من الاسطوره طبعا كابتن محمود الخطيب، وده بيخلينا بنحس بفخر ان احنا من افضل الانديه في العالم. انت خلاص يعني انت بتتكلم في حته عالميه، يعني بعدت يا احمد عن المنافسه المحليه والافريقيه. حقيقي انا هتكلم ليه واقفه شويه مع موضوع التيشيرت، لان الموضوع اكبر من تيشيرت واكبر من متحف، لكن في النهايه تاكيد على مكانه النادي الاهلي. والحقيقه انا ليا كلام في الموضوع ده، بس عشان نبدا حلقتنا وندخل في موضوعاتنا لانها كتير النهارده، خلونا نبتدي مع حضراتكم باهم اخبار وعناوين السادسه. الأهلي بيسلم قميصه بتوقيع الخطيب للمتحف الاتحاد الدولي.